جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثوني عن كيفية صلاة الشفع والوتر، هل أصليهما معا أم كيف تكون الطريقة؟ جزاكم الله خيرا. الطريقة الفضلى والمختارة أن تصلي ركعتي الشفع وحدهما بسلام، ثم تقوم وتأتي للوتر، ركعات الوتر. وإن صلتهما جميعا بسلام واحد، يعني سردت ثلاث الركعات بسلام واحد، فهذا جائز الحمد لله. ولكن الأفضل أن تصلي الشفع والوتر بسلامين كما ذكرنا.